بداية يسعدني أن ألتقي بكم في رحاب جامعة الملك فيصل، وأثمن لمعالي رئيس الجامعة وكافة منسوبيها ما يقدمونه من جهد وعطاء يسهم في بناء الأجيال ونهضة البلاد. يشرفني أن أرفع أسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، على ما يحظى به التعليم في هذا الوطن الكريم من عناية واهتمام ودعم سخي مستمر، استشراطا للمستقبل وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. يجري العمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستويات الأداء وتطوير البنية التحتية لمنظومة التعليم وتطوير مجالات البحث والابتكار وتجويد مخرجات العملية التعليمية بما يضمن الاستدامة والفعالية لكل مؤسسات التعليم.